راجل. طب وينفع تسمعنا منها حتة؟ حاضر. طب يلا. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحما عوده. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحما عوده. حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساهده. يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخر تنهده. يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخر تنهده. ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حالفت بيوسفه، والصورة أنك مفرده. الحسن حالفت بيوسفه، والصورة أنك مفرده. وتمنت كل مقطعة إذهاله تبعث تشهده. انت ايه اللي خلاك تحفظ اغنيه صعبه زي دي يا مهدي؟ هو بابايا اللي يحفظها، فانا قعدت اشتغل عليها كتير لغايه الحمد لله ما رحت واديتها بشكل جميل قدام الدكاتره، والحمد لله يعني نجحت عشان الاغنيه دي. ودايما بتقعد تدندن لعبد الوهاب ولا في فنانين تانيين بتحب تغني لهم؟ لا هو يعني متنوعات. يعني مين تاني بتحب تغني له؟ زكريا احمد. و انت داخل في الصعب كده ليه؟ رايح في حته صعبه كده ليه؟ طب قول لي، انت لما بتروح الاوبرا يعني من بدايه بقى ما بدات من 4 سنين تقريبا لدلوقتي، ايه النصايح اللي بيدوها لك عشان تحافظ على خامه صوتك والعرب اللي فيه وتنميها وتقويها؟ دايما الدكتور بتاعي بيدربني على الفوكاليز كتير، ولازم يقول لي اشرب حاجات دافيه عشان صوتك يعني يتمرن اكتر. ويعني على كذلك اما بتقف تغني قدام الجمهور وانت على المسرح بتستعد ازاي قبل الحفله؟ ده دايما يعني بكون واخد ثقه لله، وبعد كده دايما اهلي عشان هما دايما بيشجعوني، والحمد لله يعني بطلع بأديها بشكل كويس بفضل الله. فاكر